السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، معاشر المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم يقال لهم: قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. كما يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بهذه المناسبة أحببنا أن نتدارس وإياكم سورة من كتاب الله مختصرة، أو نتكلم على بعض أهم جوانبها مدارسة لكتاب الله واستنزالا لرحمة الله، وأيضا طلبا لمغفرة الله ورضوانه. هذه السورة التي نريد نتحدث عنها من أعظم السور في القرآن، ويمكن نطلق عليها سورة الرحمة. سورة إيش؟ الرحمة. طبعا هذا الاسم ليس في سور القرآن، لكن لو سألتكم ما هي السورة التي تتحدث عن الرحمة، أي سورة؟ كلها رحمة، أولها وسطها آخرها. يلا فكروا، نبغى خيارات. إيش رأيك؟ الفاتحة، لأن فيها الرحمن الرحيم. طيب، إيش السورة الثانية؟ سورة الرحمن، لأن أولها الرحمن وعلم القرآن. كل سورة من سور القرآن يمكن يطلق عليه سورة الرحمة، بدلاً من الفاتحة إلى الناس، لأن كل سورة تحمل رحمة. الرحمن علم القرآن. سورة البقرة رحمة، لأن أصل قصة البقرة مبنية على رحمة أصحاب الميت حتى يعرفوا من قتله، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. سورة آل عمران الرحمة، النساء الرحمة، كل سور القرآن. لكن الليلة نختار سورة نطلق عليها اسم سورة الرحمة، وليس هذا الاسم لها، هي لها اسم مرتبط بالرحمة. في محاولة أخرى، أنا بقول كلمة واحدة من هذه السورة واللي عرفها له جائزة دعوة خاصة. أرحمهما كما رباني صغيرا، ليست هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة واحدة: من رحمته. لا، نزيدها كلمة، خلي ثلاث كلمات: ينشر لكم ربكم من رحمته. الكهف. طيب، هذه السورة سورة الكهف. الكهف ليش؟ فأويل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. سورة الكهف ممكن نطلق عليها سورة الرحمة. ليه؟ لأنها كلها من أولها إلى آخرها تتحدث عن الرحمة. طيب، خلينا نشوف جوانب الرحمة في سورة الكهف. الجانب الأول: الرحمة بالعقيدة السليمة الصحيحة. إذا أراد الله أن يرحم أحد يلهمه كلمة التوحيد، يلهمه التوحيد الصحيح: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا، توحيد، رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. لماذا نشر لهم ربهم من رحمته؟ لأنهم قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، فهم في كهفهم وحدوا الله فجعل الله كهفهم جنة. فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ولما دخلوا كهفهم
حفتهم رحمة الله، فأصبحت الشمس في عليائها تزاور عن كهفهم ذات اليمين رحمة بهم حتى لا تحرقهم أشعتها، وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال رحمة بهم، وكذلك الملائكة تتنزل عليهم تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، والقادم إليهم خائف منهم لأن الله عز وجل قد جعل كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وإذا رأيت كلبهم ورأيتهم من وراء كلبهم ملئت رعبا منهم، لماذا؟ لأنهم أيقاظ وهم رقود، معجزة، تحسبهم أيقاظا مفتحين عيونهم وهم رقود. هؤلاء القوم في كهفهم رحموا بسبب التوحيد، وهذا الدرس الأول. أي مجتمع في أي بلد وحد الله رحمه الله، وأي مجتمع في أي بلد أشرك بالله عذبه الله. هذه حقيقة. الكون كله في زمن نوح كاد أن يطبق على الشرك، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فلما أصبح الكون كله وقتئذ يميل للشرك أنجى الله أهل التوحيد في سفينتهم، فأنجيناه ومن في السفينة، وأهلك الله الكون وما فيه، الأرض ومن عليها، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ما ينجي الله إلا الذين اتقوا، وما يرحم الله إلا أهل التوحيد. ولهذا التوحيد، التوحيد سر الأمن، سر الأمان، سر الرحمة، سر التراحم، سر السعادة. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الجانب الأول من جوانب الرحمة في سورة الكهف، الرحمة بسبب العقيدة، بسبب العقيدة الصحيحة، بسبب التوحيد، رحمة المجتمع كله إذا أصبح المجتمع موحد. ونحن والحمد لله في بلاد التوحيد، شعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، منهجنا التوحيد، دعوتنا التوحيد، ندعو الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو سر الرحمة، وهذا سر الأمن، وهذا سر الأمان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الرحمة الثانية ما هي؟ القصة الثانية من قصة سورة الكهف، قصة مين؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. طيب تعال وتخيل إنسان عنده جنتين وبين الجنتين نهر، وهالجنتين كل واحدة قد أثمرت وآتت أكلها ولم تنقص منه شيئا، أعناب وتمور وفواكه وخيرات الدنيا عنده، ونفس القرية فيها فقراء ومساكين ولا يملكون قوت يومهم. هذا الغني صاحب الجنتين إذا رحم هؤلاء الفقراء في نفس قريته شو يصير؟ جنتيه تنقص ولا تزيد؟ تزيد، ما نقص مال من صدقة. لكن هذا صاحب الجنتين طاغي، إن الإنسان يطغى أرى واستغنى، حط حرس عند الجنتين وممنوع الدخول، والفقراء والمساكين يطردون من الباب. جاء له واحد يناصحه، دخل عليه صاحب لصديق، دخل عليه قال له يا فلان هذه الجنتين اللي عندك لو تتصدق منها على الفقراء والمساكين، أنا لو عندي مثلك كان فتحت الباب للفقراء والمساكين يأكلوا ويشربوا ويعيشوا. قال له لا، أنا أحسن منك،
أنا عندي مال وعندي أولاد وعندي وعندي، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني هذه مشيئة الله، الله الذي أخرج لك من الأرض هذا النبات. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل معه صاحبه وهو صادق، فأصبح يحاوره يناقشه: ليه ما ترحم الفقراء والمساكين؟ ليش ما تذكر الله وتعطي شيء من الخير اللي عندك للناس المحتاجين له؟ قال له: إن ترني أنا. من يقولها؟ الصادق الفقير المؤمن: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء، يعني مطر لا حد له، فتصبح صعيدا زلقا يقتلعها من الأرض، أو يصبح ماؤها غورا ينزل مئات الأمتار تحت الأرض، النهر هذا ييبس وينزل ماء تحت، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هذه نصيحة قدمها الرجل المؤمن رحمة بيش؟ بالغني. إذن دعوة الأغنياء للإنفاق رحمة بهم. لو أنه استجاب وقال صدقت وبسم الله وهذه جنتين، واحدة في سبيل الله واحدة لي وعيالي، إيش كان يصير؟ تتبارك. لكنه أبى أن ينفق وأبى أن يشكر الله، فأصبح يوم واحد، الكلام اليوم النتيجة بكرة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أصحاب الكهف دخلوا الكهف حيث لا نهر ولا شجر، فقال الله لهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. والمشرك بين النهر والشجر أشرك بالله، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، كان يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أين ماله هلك، أين نفره لا يستطيعون أن ينفعوه شيئا. أصبح يقلب كفيه، من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يزال المجتمع بخير ما دام الغني ينفق والفقير يأخذ، وينفق الفقير على من هو أفقر منه، وهكذا يتراحم المجتمع فيرحمه الله. أما إذا أغلق الأغنياء أبوابهم عن الفقراء فإن الفقراء سيرفعوا أيديهم للغني الذي لا يعجزه شيء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله،
والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لم يرحم الفقراء فلم يرحمه الله، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بعد هذه القصة، قصة الثراء والمال إذا لم تدخل فيه الرحمة، وقصة ندخل إلى قصة العلم. عندما يكون هناك العلم والشهادات ولم توجد الرحمة ماذا يكون الحال؟ وإذا وجدت الرحمة ماذا يكون الحال؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قصة العلم، موسى يخطب خطبة، يسأله سائل من أعلم الناس؟ قال أنا موسى. قال أنا، لأن موسى يكلم الله وموسى يوحى إليه وموسى أعلم الناس في علمه، لكن كان من الأدب مع الله أن يرد العلم لله، يقول الله أعلم. فهو قال أنا أعلم الناس، فقال الله له يا موسى إن عبدا من عبادي قد علمته علما لم أعلمك إياه وعلمتك علما لم أعلمه إياه، فإن أضفت علمه إلى علمك كنت أنت أعلم الناس، وإن أضاف علمك إلى علمه كان هو أعلم الناس. موسى الآن عنده فرصة أن يكون أعلم الناس، قال ربي إذن لي أن أذهب إليه ودلني على مكانه وأوصلني إليه. قال مكانه مجمع البحرين، وآية وصولك إياه أن يضيع عليك، أن تعود الحياة إلى الحوت وأن يضيع عليك. فحمل حوت يابس معه يوشع بن نون في مكتل وانطلقا هو وفتاة، الفتى يحمل المكتل والمكتل به حوت يابس لا حياة فيه ميت. انطلق حتى بلغ مجمع البحرين. قيل في مجمع البحرين أنه لساني البحر الأحمر، وقيل عندما يلتقي المحيط الهادي بالبحر الأحمر، وقيل عندما يلتقي المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط، ثلاث مواطن. المهم انطلق حتى إذا بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما تحت ظل صخرة، استلقى موسى تحتها من شدة التعب، ويوشع بن نون جالس والمكتل بين يديه، شوي عادت الحياة للحوت، فانطلق يطير من المكتل إلى البحر، وكأن الماء يخاف من الحوت، كلما اقتربت السمكة فر الماء عنها فتركت سرابا أي هذا طريقا داخل الماء. قال يوشع إذا استيقظ موسى أخبرته الخبر، فاستيقظ موسى قال هيا بنا، ونسي يوشع أن يخبره الخبر، وانطلق فشعر بالجوع، فقال موسى ليوشع بن نون آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة محل ما كنت نائم فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، أي نسيت أن أذكر لك قصة الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر سربا يعني زي النفق. قال ذلك ما كنا نبغي، قد أخبرني ربي بهذه العلامة، ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. طيب وين الرحمة؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العلم الذي سيتعلمه موسى من الخضر هو علم الرحمة بالمساكين، علم الرحمة بالمستضعفين،
علم الرحمة باليتامى والقاصرين. وجد العبد نايم تحت صخرة أسود البشرة، خضر عليه السلام، قال له موسى: السلام عليكم ورحمة الله. رد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل أتبعك؟ يعني هل تأذن لي أن أكون تابع لك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا. الدرس الأول: الرحمة بالمساكين. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الجواب: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فرحمة بالمساكين خرقت لهم السفينة حتى لا يأخذها الملك منهم فيبقون ولا سفينة لهم، وأن تبقى معهم سفينة مخروقة بها عيب خير من أن لا يبقى عندهم شيء. وهذا ما يطلق عليه في علم أصول الفقه ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين وأهون المفسدتين، وهذا كل رحمة بمن؟ بالمساكين. طيب ليش يوشع؟ عفوا، لماذا الخضر يخرق السفينة؟ ايش دخلوا فيهم؟ عندما لا تحمل هم المساكين فهمومك قد لا تنال أي اعتبار من الغير، لكن عندما تحمل هم المساكين يهيئ الله لك من يتولى همومك. واضح؟ الدرس الثاني: فانطلق. طبعا انطلق الانطلاق الأول لرحمة المساكين، الانطلاق الثاني لرحمة كبار السن والضعاف. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. طيب زين، متى يكون القتل رحمة؟ القتل قد يكون رحمة، القصاص قتل، لكن رحمة، رحمة بمن؟ رحمة بالقاتل لأنه يغفر له، ورحمة بالمقتول لأن الذي قد قتله اقتص له منه، ورحمة بأهل المقتول لأنهم قلوبهم تبرد ويبرد الدم عندما ينال القاتل جزاءه، ورحمة أيضا بأهل القاتل لأنهم علموا أن القصاص توبة وأن الله عز وجل تاب على ولدهم، فأصبح رحمة من جميع الجهات. كذلك هذا القتل الذي عمله الخضر: غلاما فقتله، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذ، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. الجواب: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب وين الرحمة؟ هذا الغلام صغير، قتله صغيرا قبل البلوغ رحمة به لأنه قتل صغيرا قبل أن يبلغ فدخل الجنة، ورحمة بوالديه لأنه قتل فصبر، ومن صبر على موت الولد كان جزاء صبرهما الجنة، ورحمة بالمجتمع لأن هذا الغلام في قدر الله وعلم الله أنه لو كبر يكون طاغية، ولو كان طاغية يكون كفرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويفسد في الأرض، فقتل صغيرا رحمة به ورحمة بوالديه ورحمة بالمجتمع. واضح؟
طيب تعال إلى الدرس الثالث. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. موسى من زمان ما أكل الحوت اللي هو غداءنا، راح للبحر وركبوا السفينة ما أكلوا شيء، وجاءوا للقرية الأولى ووجد الغلام وقتله ما تكلم، ما في طعام إلى الآن. ثم أتوا للقرية الأخرى فوجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه. أقامه واحد من اللي أقامه؟ الخضر. لو كان موسى أقامه معه كان موسى طلب حق العمل، بس قالوا على رسلك خليك أنت واقف أنا اللي بشتغل. لم يشارك الخضر، عفوا، لم يشارك موسى في بناء الجدار، ولم يشارك في خرق السفينة، ولم يشارك في قتل الغلام. كل هذه الأفعال الثلاث من الخضر. موسى كان يشاهد فقط لأنه طالب ويتعلم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الجماعة ذول ما يستاهلوا أحد يخدمهم، شربة ماء ما أعطونا وإحنا ضيوف، شغلك ذا خذ عليه فلوس، خذ مقابل، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من قصصهما. لكن موسى عليه السلام كانت الدروس ثلاثة فقط، لأن الدروس الثلاثة مرتبطة بحياة موسى. الدرس الأول أخرقتها لتغرق أهلها، يا موسى يوم ولدتك أمك في أي شيء وضعتك؟ في تابوت مخرق من كل شيء. وأين رمتك؟ اليم في البحر. أتخشى اليوم من الغرق وأنت رسول ويكلمك الله، ولا تخشى من الغرق وأنت طفل في تابوت مخرق؟ فالذي حفظك هناك صغيرا هو الذي يحفظك هنا كبيرا. درس ثاني أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يا موسى يوم كنت تمشي في مصر ووجدت اثنين يقتتلان، واحد من بني إسرائيل والثاني من الأقباط، واستغاث بك ابن عمك وأتيت للقبط فوكسته وكزه موسى فقضى عليه، ما قتلت نفس؟ هل كان ذاك القبط قتله؟ لا. طيب هذه بتلك أقتلت نفسا زكية بغير نفس، قد فعلتها أنت يا موسى قبل الرسالة. طيب لو شئت لاتخذت عليه أجرا، غلامين يتيمين. طيب تعال يا موسى، يوم وصلت إلى ماء مدين ما وجدت امرأتين تذودان؟ أما سقيت لهما ثم توليت إلى الظل؟ لو شئت لاتخذت على ذلك السقي أجرا، وقد جاءتك البنت وعرضت عليك، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، ليش؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ووصل موسى وهل طلب أجرا؟ ما طلب. قال له أبوهما إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. لماذا يا موسى ما توقفت أنت قلت بس قبل 8 حجج وعشر حجج أعطيني أجرة العمل الماضي؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لكنه لم يتخذ عليه أجرا لأنه أراد الأجر من الله، لأنه لما سقى لهما نيته في البداية فعل الخير، وبعد ذلك دعا ربه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكان سقيه لهما وسيلة، والدعاء بعد الوسيلة الصالحة مستجاب، وهو دعاء بعد العمل الصالح. كذلك هذا الرجل رحم الغلامين وأقام الجدار وقال وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذه دروس الرحمة بالعلم. لو لم يكن الخضر يعلم أن السفينة خلفها ملك يأخذ كل سفينة غصبا لما خرقها،
ولو لم يكن يعلم أن هذا الغلام إذا كبر سيكون فاجرا لما قتله، ولو لم يكن يعلم أن هذا الجدار لو سقط عن الكنز لأخذه القوم، وأن هذين الغلامين أبوهما صالحا لترك الجدار وما بناه. مرتبط بالرحمة، الرحمن علم القرآن، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فينبغي لطلبة العلم والطلاب أن يرحموا المجتمع وأن يدخلوا في خدمة المجتمع حتى ينتفعوا بعلمهم. ثم نأتي للقسم الأخير والدرس الأخير من دروس الرحمة في هذه السورة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، مكنا له وين؟ في الأرض كلها، من مشرقها المغربها ومن جنوبها الشمال، الكرة الأرضية كلها مكن لذي القرنين فيها. طيب ماذا فعل ذو القرنين بعدما مكن الله له في الأرض؟ بدأ بالمغرب، مغرب الشمس، أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، وجاء الأمر من الله، الإذن من الله، إما أن تعذب تقتلهم تعذبهم تسجنهم، أنت ملك وعندك الإذن افعل ما تشاء، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إيش قال؟ قال أما من ظلم يعني أشرك بالله فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فآمنوا كلهم إلا قليل. إذن هذه رحمة، لم يعذبهم وإنما آمنوا بالله وأصبحوا جندا من جنوده فأكرمهم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. طبعا هذا أهل المشرق، مطلع الشمس لم نجعل لهم من دونها سترا، مغرب الشمس وجد عندها قوما، فهؤلاء في المغرب أصحاب قوة وهؤلاء في المشرق أصحاب ضعف. ثم ماذا؟ ثم توجه شمال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما عندكم، فاعينوني بقوة بسواعدكم، تعالوا اشتغلوا معي، فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم إيش؟ ردما. هم طلبوا سدا وهو عمل لهم ردما، والردم أعظم من السد، لأن السد حجر فوق حجر فوق حجر، هذا سد، أما الردم حجارة فوق حجارة متراكمة كالجبل. فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين ردمه كله، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، يعني نحاس مذاب مع الرصاص المذاب، آتوني أفرغ عليه قطرا، فأصبح أملس لا يستطيع أن يظهره، فما استطاعوا أن يظهروا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا إيش؟ أكمل، رحمة من ربي. طيب لو نظرنا لأول السورة في الكهف، فتية آمنوا بربهم فأصبح كهفهم رحمة، وآخر السورة ذا القرنين آمن بربه فأصبحت الدنيا كلها رحمة، فأصبح الناس والجن والحيوان في أمان وأمان
في مأمن وأمان في هذه الدنيا، وأصبح يأجوج ومأجوج الأكثر عددا والأخطر فسادا والأكثر كفرا، بينهم وبين الناس سدا، كأنما أدخل الله الناس في كهف ليس بينهم وبين الشمس حجاب. وأولئك المفسدون الظالمون أدخلهم في كهف آخر لا يرون الشمس، إلا أن كهف هؤلاء فيه الرحمة، وظاهره من جهة يأجوج ومأجوج فيه العذاب. قال هذا، يعني هذا الردم، رحمة من ربي. إذن قد تكون الرحمة في طريق معبد تعمله، قد تكون الرحمة في بناء تبنيه، قد تكون الرحمة في جدار تقيمه، قد تكون الرحمة في طعام تقدمه، قد تكون الرحمة في فكرة توصلها للناس، قد تكون الرحمة في مال تقسمه على الناس أو علم تعلمه للناس. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. بهذا تكون الدنيا دار رحمة لمن وحد الله وأنفق في سبيل الله ودخل مع الصالحين، ودار عذاب لمن أشرك بالله ودخل مع أعداء الله وظلم نفسه. فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ختم الله السورة بالحقيقة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لأنهم كانوا في الدنيا قد تعرضوا لبلاء، تعرضوا لاضطهاد، تعرضوا لظلم كأصحاب الكهف وكالمؤمن الذي دخل على صاحب الجنتين وكغيرهم من ابتلي من المؤمنين، لكن الجنة تنتظرهم والفردوس الأعلى مصيرهم، لا يبغون حولا عنه إلى مكان آخر، بينما أهل الدنيا يتحولون من مدينة إلى مدينة ومن دار إلى دار ومن بيت إلى بيت ومن حال إلى حال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وتعلمنا السورة أن العاقبة للمتقين وأن الخاتمة للمؤمنين. فإذا كان أهل الكفر في زمن ما قد حاصروا أهل الإيمان في كهف، فإن أهل الإيمان سيحاصرون أهل الفساد في مكانهم، ويجعلون بيننا وبينهم ردما لا ينتهي إلى قيام الساعة. أسأل الله بأسمائه وصفاته وكلماته أن ينور قلبي وقلوبكم وقبري وقبوركم وصدري وصدوركم، وأن يتم لنا ولكم الأنوار يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. الأمر الآخر والأخير أن هذه السورة، سورة الكهف، أمان من الفتن كلها، مو بس فتنة الدجال، أمان من الفتن كلها. أول شيء فتنة العقيدة، فهي تثبتك على عقيدة التوحيد. ثانيا فتنة المال، وهي تثبتك على الثبات عندما يأتيك المال. ثالثا فتنة العلم، وهي تثبتك إذا فتن الناس بالعلم. وثالثا فتنة السلطة والأمارة وغير ذلك كوضع ذي القرنين، فهي تثبت الإنسان في جميع مراحله والمجتمع المسلم على جميع اختلاف أنواعه. فمن كان في حال الأقليات المسلمة فلهم في قصة أصحاب الكهف درسا، والمجتمعات الغنية لهم في قصة صاحب الجنتين درسا، والمجتمعات المتعلمة لهم في قصة موسى والخضر درسا، والمجتمعات الراقية والقوية وذات السلطات لهم في قصة ذي القرنين درسا. وأسأل الله أن يجعل مملكتنا الحبيبة هذه تملأ الأرض عدلا ونورا وهدى شرقا وغربا وشمالا، وتجعل بين المؤمنين وبين أعدائهم ردما. أسأل الله أن يوفق القائمين على هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، وأن ينصر بهم الدين ويعلي بهم كلمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. وأبشركم
أننا على خير عظيم في بلدان أخرى لا يستطيع المصلي يخرج من أجل الصلاة لأنها ممنوعة، لا يستطيع يتصدق ويتوالى في الصدقة لأن ذلك ممنوع، لا يستطيع يقرأ القرآن ويحمل مصحف لأن ذلك ممنوع، وهنا أمن وأمان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة